وہ استادوں نے بہت اچھی محنت کی ہے جنہوں نے حفظ کرایا ماشاء اللہ، یہ اصل تو خدمت ان کی ہے ماشاء اللہ، لیکن جو تجوید پڑھائی وہ در لفظوں کی درستگی کی قاری افضل صاحب نے بہترین محنت کی، اللہ نے قبول فرمائے. اور یہ قاری ممتاز صاحب میرا بیٹا ہے الحمدللہ، جامعۃ الرشید میں ابھی فارغ ہوا اس سال، ہاں الحمدللہ قرات کے شعبے میں، تو آج تین سال پورے کیے ماشاء اللہ، سب عشر کیے ماشاء اللہ، عشر قرات میں اور ختم سناتے ہیں ادھر الحمدللہ حیدرآباد میں الحمدللہ. جیسے بھائی نے بتایا پہلے حافظوں کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی تھی اور جب دوسرے دوست بات کر رہے تھے ماشاء اللہ، لیکن اللہ کا فضل ہے ابھی تو ماشاء اللہ برکت ہی برکت ہے، مسجدیں کم پڑ رہی ہیں، حافظ بڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات وقهم السيئات وما تق وذلك هو الفوز العظيم مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان إن الذين كفروا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ذلكم بأنه إذا دعي الله ذلكم بأنه إذا